لماذا تراجع ليفربول في الأمطار الأخيرة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي؟ لا أعرف حقيقة الأمر، إنها خسارة أن يتأخر الفريق عن المنافسة بهذا الشكل. الفريق ربما يفقد التركيز في اللحظات الهامة، وهو ما يعرضه لأمور معقدة في الملعب، ويضع اللاعبين والمدرب أمام أسئلة يصعب الإجابة عليها. لذا فإن اللقب يبتعد عن ليفربول بهذا الشكل.